اللي حابب يعني أيوة. يجيب الموضوع يجيب العيد بالضبط لانه احنا حنجيب العيد بلا الموضوع طبعا احنا عدنا أيوة. من الفاصل وعندنا فقرة تحديدا موضة. فقره الموضه فمن الزهور التي تنمو في الشتاء استوحى المصممان الشابان اللبنانيان خالد الصيفي ومروان ماضي مجموعتهما من الازياء لخريف وشتاء 2015 المجموعه حملت عنوان فانتسي فلاور واستخدم فيها قصات عده بهدف ابراز انوثه المراه للمزيد ينضم الينا في الاستوديو المصممان مروان ماضي وخالد الصيفي مساء الخير او صباح الخير ليش مساء الخير لانه صيفي ما بعرف حسيت لازم اروح على البيت نعيط رح نجيب العيد المهم خلينا نبدا على طول مع التشكيله خلينا عنوانها انه انتم استوحيتوها من الزهور تحديدا التي تنمو في الشتاء مين حابب يبدا معنا اثنين واحد حلو يسعد صباحكم سنو دروبس هي نوع الوردة اللي بتنمى بالثلج اكيد بالسنو موجودة في لبنان؟ موجودة لا مش موجودة بلبنان طبعا اوكي طيب حبينا نفوت الوردة فكرة الوردة على الكوليكشن كلها لانه اولموست اغلب الديزاينز واغلب الورد بتكون للصيف للدريس الصيف فاكتشفنا هالوردة انه كتير حلوة بكوليكشن الشتاء وكانت من اساس المجموعة تبعونا جميل خلينا نستغل الوقت ونبتدي نشوف على طول الآن الفساتين يعني الواحد لما بيشوف أعمالكم طبعا هي الوردة واضحة وبارزة بس عندي سؤال يعني للناس اللي شوي زي الوردة البروزة ما يزيد الوزن ما يبين الواحد أتخن الوردة كتير فلافي وكتير خفيفة خفيفة أيوة كتير نعم وكتير أيوة. ناعمة بالضبط يعني ما بتعطي الشيب الحجم الكبير اللي بتضخم القطع أيوة. أكيد فيت الدونتيل بالقطع أيوة. كمان بيعطي نعومية حلوة كتير بالقطع نعم بس هو خالد عادة يعني الواحد أو المصمم لما يستلهم شيء مثلا من وردة ياخد من وحيها يعني ما يطرز شكل الوردة فعليا فأنتوا استخدمتوا هذا الأسلوب ولا أي أسلوب يعني استخدمنا نفس الوردة كديزاين كتصميم الوردة لأن الورد كتير منتشر بالتصاميم العالمية في دور الأزياء أيوة. فالوردة استعملناها لأنها كانت مميز بشكلها حتى بالألوان تبعولها الألوان تبعتها كانت اللي هي الباودري البلاتين فاستعملنا الألوان ككلر هيدا ممتاز أنا هذا الفستان يعني بس إذا نتوقف عنده شوي وفي كذا فستان تاني من هنا اللي هو زي كأنه بنرجع لحقبة مختلفة نعم. تماما وبتجي لا بس إذا نرجع للصورة اللي قبلها لو سمحتوا بس اللي كانت معانا ساندريلا ستايل وبتجي أوف. كبير هذا لكل أحد بيناسب كل أحد هلأ بيناسب كل أحد هو إذا بتشوفي فكرة الدريس طبعا إحنا مش بنحكي عن هذا ياريت ترجعوا لنا بس الصورة اللي قبل أيوة بيناسب كل أحد لأنه في يكون فورم الجسم الكوب تبعه وفي يكون بشكل انه يعطي فكره اوريجينال شوي بالطول اللي على السايدز هلا في يكون كمان اكستنشنز يعني بيطلع وبيركب وبينشال حسب الايفنت اكيد وحسب بيعملوه في الافراح عشان الحركه نعم. يعني نعم ففي يكون ينلعب على فكرتين الدرس طيب خلونا ننتقل ل يعني القصات اللي هي شوي اقصر شفنا الفستان اللي بعده اللي توقفنا عنده للحظات كمان لو خالد او مروان يعني حدثونا عن كمان هول يعني الكوكتيل درس ممكن نسميهم كمان اتبعتوا نفس الفكره نفس الوحي كيف يعني الديزاين لهذه الفساتين كان هاي الديزاين الفساتين عملناها ك برضه رومانسية وحالمة رومانسية حالمة كمان بتعطي أنوثة كتير للمرأة العربية فلما تلبس المرأة كأور ديزاين بتبرز كل الأنوثة تبعها في التصاميم تبعونا وفي واحد أيوه. ملفت فيهم كان أبيض وأسود ايوه اللي هو كان عندك صح زي ليفلز تو ليفلز هلا كثير موضه طول الشانيل لا طويل ولا كثير قصير هذا يبغى له وحده طويله اكزاكتلي هيدا بحاجه لطول شوي ايوه مش موجود لعندنا هنا في الاستوديو هذا غير وجودكم انتم طيب خليني اسالكم مروان وخالد قديش صعب انه انتم اثنين يعني بتتشاركوا في مجموعه واحده هلا اول شيء بالبدايه بنحط الاستيحاء تبعنا الفكره بعدين طبعا بنبلش التصميم عمليه التصميم بتمر بمراحل عده اولها بنحط افكارنا سوا طبعا في كتير يعني اختلاف بالراي
بس بنوصل لنقطة معينة اللي هي بتطلع بالصورة النهائية اللي بنشوفها. ايوه طبعا اكيد في اختلاف، يعني مروان بيكون عنده رأي معين، انا بكون عندي رأي من بس نوصل لنقطة واحدة اثنيننا نجتمع على بوينت واحدة. ايوه ممتاز. هل انتم كمان نوع يعني الأقمشة انتم كمان بتصنعوا أقمشتكم ولا كلها أقمشة أكيد جاهزة بتستخدموها؟ اكيد لا اكيد، يعني لتطلعي الكوتور الصح لازم تشتغلي على القماش شوي زيادة، فكتير بنتدخل بنوع القماش بنشتغل بنزيد عليه بنغير فيه، وكتير بنطلب أوردرز لقماش يكون سبيشال لنا. طيب إذا يعني أحد للموسم الجاي حب يختار مثلا فستان من فساتينكم أو من عند أي أحد تاني، إيش اللون اللي بتنصحوه فيه للموسم هذا؟ الموسم هذا اخترنا الألوان أوريدي. أنتوا بس لون، أعطوني لون واحد يعني مفضل. الأوف وايت. أوف وايت. أنا بعطي البلاك. أوف بلاك. نعم. حلو رحتوا يعني مرة ضد بعض. كيف؟ يعني أنتوا أوريدي مش متفقين. البلاك يعني بحسه ملك الألوان. أيوه. لون البشرة كيف ما كانت رح يزبط. أيوة. كانت غامقة شوي ولا فاتحة شوي، وخصوصا عنا بالميدل إيست ولا بالغالف يعني ما عنا البشرة الفاتحة كتير. فالأوف وايت يمكن بدي أختلف أنا وياه شوي يعني بالنسبة للأوف وايت بيعكس داخليتها ممكن بيريحها حتى وهي لابسة كأور ديزاين بتكون مرتاحة فيه. يعني أنا بس بحس إنه لما واحدة تلبس أوف وايت ومثلا تروح تحضر فرح ولا شيء إنه كأنه يلا أنا جاي فيها كلهم إيه أنا جاي أنافس العروسة بالزبط. يعني أحس حركة مش ظريفة بيكون بالزبط. يعني هو أبيض بس هي نفسيتها سوداء يعني هيك اخترت الأسود من الأول اختصرة. طيب معلش يعني رح نطلع شوي من التشكيلة. مروان أنت ذكرت إنه لازم نعلق طبعا على موضوع أمل، هل حابب ممكن تلبسها وأنت من منطقة قريبة من بعقلين من الجبل؟ نعم من علي أكيد يعني شكلها هي تناسب تصاميمكم. صح الفيتينج تبعولها حلو وأكيد يعني يعني مش بس هي الفتة عشان طويلة ونحيفة يعني طويلة ونحيفة بالضغط أنا فأكيد شرف كبير إنه نلبسها خصوصا بعد ما نعرفت أكثر من جورج كلوني. احنا يعني بنشكركم على وجودكم معنا وعلى حضوركم مستعراضكم لهذه طبعا المجموعه. كان معنا في الاستوديو المصممان اللبنانيان مروان ماضي وخالد الصيفي، شكرا لكم. شكرا للام بي سي العربيه. شكرا لكم.